يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ صباح الخير يا استاذ يا استاذ صباح الخير يا استاذ. بطلوا بقى تسول بقى، عايز ايه؟ تسول ايه؟ انا اشرف يا استاذ. انزل. يعني ايه اشرف؟ لا انزل بقى. حاجه غريبه قوي. اوعى انت الشنطه، اوعى الشنطه، مش اوعى انا ولا اعرف عمك. مين على كده؟ يلا ولا اعرف انا باخدها. اوعى الشنطه. انا اشرف سكرتيرك. مالك؟ اشرف ايه؟ اشرف سكرتيرك. مالك يا استاذ؟ والله المؤاخذه اشرف. ازاي؟ الحمد لله اشرف. انت خضتني. معلش معلش. اصل انا الايام دي عمال انسى شويه حاجات كده، فرحت للدكتور فاداني دواء، فظهر الدواء ده فيه منسيات. يا حبيبي الف سلامه عليك. الله يخليك. احنا كل خلاص خلاص افتكرتك. احنا بقى هنا جايين ليه؟ عشان قضيه. عشان قضيه انهون فيها؟ لا لا ما تقلقش، قضيه جديده. المصحف؟ ما تخافش، انا مكلم الاستاذ رافع المحامي، هو اللي هيترافع في المحكمه. ولا رافع المحامي ولا شايل المحامي، انا اللي هترافع. نعم؟ أنا اللي هقف في ساحة الفضاء العالي وأقوم بالمور رفعت. يا ريت، إيه اللي غير رأيك كده؟ يا ده إحنا ليه عرقنا إحنا وشقانا يروحوا لبره؟ مش إحنا عرقنا إحنا أولى بيه؟ بدل ما تاخد 20 جنيه في إيدك مني كحيانة تروح قافش مني ميالة، وابنك اللي بيسهل بقى ده رزقه. ابني بيسهل وما بيسهلش، أنت هتفضحني في الشارع. ما تشوف طب حل. المهم يلا. أنت قلت لي أنت مين؟ خدمتك أم أحمد. طب عدى يا حاجة وأعلن عن قدومي. الله أكبر الله أكبر. الله اكبر الله اكبر. يا اهلا يا اهلا وسهلا بالاستاذ. يا اهلا وسهلا. يا اهلا. اتفضل اتفضل يا استاذ. يا اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ. الله اكبر الله اكبر. الاستاذ اشرف قال لي ما اطولش عليك لانك انت مشغول دايما، وقتك مش بتاعك. ده فعلا حاصل عني. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الراجل ده يا عم وايه خارج من حرب الاستنزاف ولا ايه؟ اللي ليه ايه؟ الله اكبر الله اكبر. حسيت ان لسه نازل من على خط ابو الليف. المتر بيزهق. شيء عادي يا عزب. في بدايه الموضوع نتعرف بالاسم ايه؟ معزوبك بيومي. طب حاج بيومي، ايه نوع القضيه؟ ابني متهم في قضيه اغتصاب. ومين اللي اغتصبه؟ لا يعني ايوه ما انا فاهم، يعني هو يعني في الاغتصاب ده حد اتحمرش بيه؟ يعني كان اغتصام وحمرشة وتحمرشوا دي، ولا هو يعني اتحمرشوا دي كده بس وكده؟ لا، ابني متهم في قضية اغتصام. هو متهمينه في قضية اغتصام. وهل ذلك حصل فعلا جدا؟ لا، ده الأكبر ابني بالأبدي، ده دور عاملاه البنت وأهلها طمعانين في العز اللي أنا فيه. عارف موقف الميكروباص اللي أنا فيه ده؟ كله بتاعي. ايه البنت دي اسمها ايه اللي رنا بلاها عليه؟ نبيلة الحايح. رباعي يا حاج لو سمحت. نبيلة الحايح بهنسي جوهر. في نبيلة الحايح بهنسة جوهر عندها 67 سنة ومتجوزة 7 مرات ورمت جوازها من البلكونة. الله أكبر عليك! إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ يا أشرف أنت اللي إيه؟ أنت اللي إيه؟ اللهم صل على حضرة النبي. أنت جبت المعلومات دي منين؟ أما بقى نبيلة الحايح اللي عليها العين والليلي دي ساكنة في 17 شارع السكاكيني الدور الخامس. مش سامعك كويس، بطل وشوش. ما انت بتتوشوش، مش سامع خير. ايه بتقول ايه؟ هكلمك بعدين. يلا باي. ارجو يا حاج ان انا ما اكونش قطعت عليكم الحموم الجماعي اللي انتوا فيه ده. لا يا ابني، احنا طول عمرنا ماشيين على كده. هو انا بس كنت جاي لنبيلة في بوستين. لا جاي اخد كلمتين في القضية يعني. بحسب البوستين ايه؟ اصل سمعتها بوسة، انت فاكرني ايه؟ اصل انا شريفة وعفيفة وظريفة وشرفي بحب بالليفة. ابني كنت الليفة يا حاج.
حب يا جمل. ده انت عمك في قلب البيت رهوان. يا بنت خلصي التليفون اللي معاك ده وشوفي الافوكاتو يمكن نطلع منه بمصلحه. طب يلا بقى باي باي. خلصنا افندم يا استاذ. والله انا بس فت ثواني ثواني ثواني. ازيك يا سعوده؟ ده سعد الصغير؟ لا 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 لا، ده سعد اخويا، اخويا انا. يا حبيبي اكبر من الصغير ولا هو ايه يا راجل؟ لا 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 لا، دايما انت ظنك وحش يا راجل. ده ابن خالتي، ابن خالتي برضاعه يا سعد. طب يلا يلا اقفل، اكلمك بعدين. يلا باي باي. البلد كلها اخواتها في الرضاعه. منور يا حاج عجه. افندم يا استاذ خلصنا. قصدك يا ست انت اللي خلصيني بقى. بص بقى يا ست، انا بس شفت ثواني ثواني. اوه بعد ما اشرب. انت رايح فين؟ اجيلك لما الشبكه تقع. طب انت كنت عايز ايه؟ لا خلاص، نتقابل في الجلسه. باي. سيد الرئيس، حضرات الساده المستشارين، ان هذا الملتهم الماس اللي امامكم الان في قفص الالتهام بريء براعه الذئب من دم ابن يعقوب، وانا التصق مع النيابه، التصق مع النيابه في كل دليل قد قدمته وقد قالت بان موكلي مذنب، ولكن دعونا ننطق بالقانون الذي هو تاج فوق رؤوسنا نمشي به بين الامم فخورين به، القانون الذي يقول بان المتهم بريء حتى تثبت ادانته. ولذا ولذاك ولهاك اطلب من هيئه المحكمه والساده الحضور ان تسمح لي باستجواب المدعيه. تعال يا غريله. سيد الرئيس، مش فين الشهادة اللي هي المدعية؟ هي دي الشهادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سلام يا سلام على الهدى والنور. أنا أحترمك عشان خاطر الحجاب اللي أنت لابساه ده. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله. ده أنا أنفخك. بارك الله فيك يا أستاذ، بارك الله. نبيل الحايح، أنت قلت في تحقيقات النيابة انك انت شاورت للميكروباص وهو كان فاضي وركبت معاه، صح؟ ايوه يا استاذ. ولما حصل ان انت ركبت معاه الميكروباص خدك لمكان غير خط سيره وخدك بعيد بعيد وحديكو وفي حته مكان ضلمه كده وعلى ضي الشموع حصل الاعتداء عليكي، اليس هذا صحيحا مطلقا ذلك؟ اجل يا سيدي. اجل يا سيدي. وعلى حسب اقوالك برضك في النيابه انك قلتي ان تم عليك الاعتداء بدايه من الساعه 7:30 حتى الساعه 8:30، يعني ساعه بالتمام والكمال، مظبوط؟ الله ينور عليك يا استاذ. لا الله ينور عليه هو، ساعه ده رقم قياسي، ده المفروض ياخد جايزه اوبل على اللي عمله ده. سيد الرئيس، هل تسمح لي الهيئه الموقره بمكالمة تليفون؟ هنا يا أستاذ؟ نعم؟ هنا؟ بعد إذنك، المكالمة في صلب وعمق القضية. اتفضل. أنا اللي بتصل، أنا، أيوه. ردي يا حاجة، ردي، ردي يا حاجة. فتح الله عليك، ردي. ردي. ألو؟ ألو؟ مساء الخير؟ مساء الخير يا فندم. نبيل الحايح، مش كده؟ أجل يا سيدي. أجل يا سيدي، طب ده رقم تليفون سعادتك مش كده؟ أجل يا سيدي. أجل يا سيدي. والرقم ده يا حايح كان موجود معاكي أثناء الحادثة، صح؟ أجل. أجل. أنا بس حبيت أثبت لسيادة المحكمة إن دي النمرة الخاصة بالمدعية اللي كانت معاها أثناء الزعططة. وكان عايز ياخد منك الموبايل، صح؟ أجل يا سيدي. أجل يا سيدي. يا سلام على التقوى. طب ازاي يا ست الريس؟
حصل الاعتداء عليها وهي جالها في نفس التوقيت ده 5 مكالمات كل مكالمة لا تقل عن 10-12 دقيقة وده اللي مظبوط عندي هنا في قلب الشركة نفسها بتاعت المحمول بتقول ان جالها 5 مكالمات في نفس التوقيت اللي كان بيتم عليها الاعتداء فيه نفس الساعة. ازاي ده يتم؟ هو ممكن يحصل بس يحصل بقى ساعتك الا اذا كانت هي في حالة الاعتداء كانت بتكلم صاحباتها وبتشرح لهم فوائد الاغتصاب. شكرا سيادة الرئيس. يا تقوم هتظبطي. يلا باي. نبيلة انت نمرة الموبايل بتاعك 013-45-301. ايوه يا فندم. حكمت المحكمة حضوريا أولا بإلقاء القبض على المجني عليها وأحالتها إلى نيابة العام وتوجيه تهمة البلاغ الكاذب إليها، وثانيا براءة المتهم عصام بيومي من التهمة المسندة إليه. رفعت الجلسة. بقول لحضرتك نزل لي قانون الدستور الجنائي كله. ايوه بس ده كتير قوي على الشريحه انها تستوعب ده كله من غير ما تفضي لها مكان. يا باشا يا باشا البشوات يا دكتور يا مستر سكلانس احنا داخلين على عز وفلوس جايه وحياه تانيه خالص. عايزين نعمل الفلوس اللي بجد، عايزين نقف على الفلوس نفضل نطول 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 من علوها نلمس برج الجزيرة، ولو طولنا نلمس برج الجدي كمان هنلمس. اتكل على الله. حلو قوي، هات المج بتاعك وتعالى. بصحتك يا مستر سكلانس. قدامي ولكم سكولانس. شوف بقى، دي ذكريات قديمة زي أصدقاء طفولة، الأهل، الجيران، الحي اللي أنت اتولدت فيه، العشرة القديمة يعني. شيل. إيه؟ شيل شيل ذكريات طفولة إيه؟ وناس ايه وجيران ايه وعشرة قديمة ايه؟ ده حتى اسمها مش حلو، عشرة قديمة زي الجبنة القديمة. شيل. هايل. عايز الناس دي كلها انساها. انساها من الفقر. عايز ابقى شاب جديد. اعمل لي اكونت ونزل لي الايس بوكس. هايل. حياتك كلها. بالشكل ده على الشريحة تخليني أقرب معاد المؤتمر اللي هظهر فيه اختراعي للنور. حلم حلم. انت بتقربه لي بسرعة. حلم ايه ورؤية ايه؟ ايه يا دكتور؟ ناس ايه؟ ناس ناس مين يا دكتور؟ نمال من الناس. خلاص الدنيا بقت حلوة والعيشة هترتاح. ده ماله ماله. سطب لي انت بس قانون الدستور الجنائي والصالونة العلاقات الغرامية يا هيا وآية. Thank you.
ودلوقتي بقى نزلت لك برنامج العلاقات الزوجية عشان تخلف ويبقى عندك قطة عيال. هو ده كلام.